أحبتنا، أسعد الله مساءكم، وتحية مجددة جديدة مع الحلقة الثانية من عين على المشرق، تأتيكم من عمان. في عين على المشرق نطل عليكم هذا المساء بعد محطات من الفرح ومواسم من المجد والتمجيد، مواسم الأعياد الميلادية المجيدة. احتفلنا بعيد الميلاد، واحتفلنا بعيد رأس السنة الجديدة، وتوقفنا معكم عند بيت عنيا عبر الأردن محتفلين بعيد الظهور الإلهي. واليوم نأتي معكم لنقف بخشوع في هذه الكنيسة التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم والقديس جورجيوس جرجس في عمان، كنيسة الأقباط الأرثوذكس القائمة على إحدى تلال عمان التي تكتحل عيونها كل مساء وهي تودع مع الغروب منظر القدس وتستقبله في اليوم التالي، وهي تشرق محبتها وهي تشرق على تلك الجبال التي حملت وما زالت أصداء كلام السيد المسيح. نأتيكم في هذا المساء في عين على المشرق، حيث سمعنا من هذا المشرق ذات ليلة، سمعنا من هنا تلك الأنشودة، تلك الأنشودة الأزلية، والتي سمعنا فيها أن هناك فرحا عظيما يكون لجميع الشعب. أما الذين عبروا هذا المشرق من المشرق، الذين عبروا من مشرق القدس وقطعوا الطريق إلى هناك إلى بيت لحم، جاءوا بعد أن رأوا نجمه في المشرق. هذا الشعار هو الذي تحمله هذه المناسبة التي تجمعنا، أعني إطلالتنا من هذا المكان المقدس على أسبوع الوحدة بين الكنائس. أرحب بكم، ومعي أرجو أن ترحبوا بمضيفنا سيادة الأب أنطونيوس صبحي النائب البطريركي المترأس للأقباط الأرثوذكس في عمان، الذي فتح قلبه ثم كنيسته لنا في هذا المساء. مساء الخير أبونا الرئيس. الله يمسيك بالخير أبونا، أهلا وسهلا بقدسك وبقدس أبونا فايق، وفرحة كبيرة أنه تباركونا في كنيستنا. كمان حينما نستقبل قدس أبونا نبيل حداد الغني عن التعريف وقدس أبونا فايق حداد، نشعر أننا قد استقبلنا كل عشائر الأردن إلى جانب بركة كهنوتكم. شكراً. فأهلا وسهلا في كنيستكم، كنيسة العذراء والقديس جورجيوس للأقباط الأرثوذكس في عمان. أهلا وسهلا. أهلا فيك أبونا. يعني بهذا الكلام الطيب وهذا الترحيب، ومشهود لك يعني هذه الابتسامة وقلبك الكبير الذي نسمع منه نبضات قلب محب، أشكرك على هذه التحية، هذا الترحيب، وأشكرك أنك قدمت أخانا وحبيبنا ابن عمنا سيادة الأب القس فايق حداد، راعي كنيسة الفادي الأسقفية العربية في عمان، وهو أبونا فايق القس الكانون الذي يمثل رئاسة الكنيسة الأسقفية العربية. أنا في هذا المساء أحبتي بين ملاكين في هذه في هذا اللقاء، نحن نحس بأننا
نحمل رسالة الحب والمودة والأخوة، رسالة الوحدة. نحن في هذا المساء العائلة الأرثوذكسية والعائلة الإنجيلية الأسقفية العربية والعائلة الكاثوليكية مع نكهة بيزنطية نلتقي بكم في هذا المساء، وأبدأ معكم بتهنئة أبونا أنطونيوس الذي جاء اليوم من المغطس. بعد غد يحتفل إخوتنا الأرثوذكس بعيد الظهور الإلهي، بعيد الغطاس. وأجمل أجمل ما في يوم الأربعاء إنه أبونا الرئيس أبونا أنطونيوس سيحتفل في المغطس بعيد الظهور الإلهي، عيد الغطاس بنفس يوم العيد. يعني مش مأجلين أنتوا، ما ابتعدتوا عن المناسبة. حدثنا عن هذا الموضوع أبتي. اتعودنا قبل عدة سنوات أنه مطرنا المكرم نيافة الأنبا أنطونيوس، مطران الأردن والقدس والشرق الأدنى، بيجي هو والرهبان والراهبات والشعب القبطي المتواجد في القدس، بيجوا على الضفة الغربية، بيوقفوا على نهر الأردن. احنا الكهنة والشمامسة وكم كبير من الشعب بنوقف على نهر ضفة نهر الأردن الشرقية. صلنا أكم من سنة وبتكون لايف على الهواء. نيافة المطران بيبلش الصلاة، هو بيقول إريني باسي، السلام لجماعكم، احنا نرد من هون ولروحك أيضا. وبنصلي صلاة اسمها صلاة اللقان. اللقان هو صلاة قداس المي، تقديس المي. نعم. بنشترك عبر ميكروفونات كبيرة بيحضرها. طبعا قبل كورونا كان بيجي آلاف من دول مجاورة كتير بيحبوا يحضروا. نعم. بس هلأ قناة ميسات عم تنقلها على الهواء مباشرة. فأنتم بعد غد في نهر الأردن بإذن الله. أبونا كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. شكرا لإلك وشكرا لأبونا استضافتكم لنا اليوم بنور سات وبعين على المشرق اللي هو من الشرق جاء الخلاص والفداء، من بيت لحم، من هالأرض المقدسة. وشكرا لأبونا وشكرا لإلك. يعني احنا خدام للرب، إن شاء الله أنه نوصل لأي مرحلة قريبة من الملائكة، لكن أعطانا ربنا أسمى من الملائكة. إحنا بالنسبة للمناسبات الغطاس، إحنا بالكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية الأنجليكان تشيرش، الكنيسة الأنجليكانية، احتفلنا بحسب التقليد الغربي. نعم. موعدنا احنا بالغطاس ان شاء الله سيكون قريبا، لكن بعد الانتهاء من كنائسنا الشقيقة الحبيبة اللي تلتقي، وبيكون في عنا هيك ترتيب على الدور، فاحنا عادة بناخذ اخر ناس مشان ختامها مس. وان كنتوا يعني الاخيرة ماله يعني انتم انا استعيد المناسبة الأولى عندما افتتح المغطس وأنتوا كنتوا موجودين بالألفين. نعم. بعام 2000 ب7/1. نعم. تم الاحتفال أول حج مسيحي، وإحنا أسميناه إذا بتتذكروا حج المسيحي. أسميناه. نعم. الحج المسيحي الأردني، وكان حجا واحدا. نعم. في ذاك الاحتفال 35,000 مسيحي مؤمن شاركوا، ويبدو أنه كان مناسبة وحدة. إحنا عم نتحدث عن الوحدة والعلاقات صحيح. فكانت يعني مناسبة. إحنا في أجواء الميلاد وفي أجواء الإغطاس، الظهور الإلهي، ظهر نجمه في المشرق. نحن نرى بأنه دورنا ككنائس في عمان أن نبقى دائماً حريصين على أن يظهر وهج
وهج هذه المناسبات. بس أنا يعني أريد أن أتوقف أبونا فايق، أتوقف قليلاً عند الكنيسة القبطية اللي مشهود لها بالأصالة من أيام القديس مرقس، وهذه الأصالة هي التي تدفعنا جميعاً. أنتوا الشقيقة الكبرى، الكنيسة القبطية هي الشقيقة الكبرى، ونصر مصر هي أم الدنيا. قبل عيد الميلاد المجيد صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم زار مصر الشقيقة بعجالة، هيك حدثنا عن لقائك مع سمو الأمير إذا سمحت، وعن بعد قداسة المغطس في الزيارة التي تمت. أشكر قدسك أنه تطرقت لهذه النقطة، ولا سيما أن هذا اللقاء غير معد لي في الأسئلة. لا إحنا ما بنحضر، إحنا نتحضر بالحب فقط. قدسك أكبر ممارس للمحبة الفعالة اللي عشناها سنين عمرنا هنا مع قدسك، وما برضو نفس الشيء بتربطني بقدس أبونا فايق حداد، محبة تفوق المحبة الأخوية كمان يعني. ربنا يديم كهنوتكم يا أبونا. بالنسبة للزيارة، أنا نلت الشرف الكبير أن أنا رافقت سمو الأمير حسين ولي العهد في زيارته التاريخية لمصر. كان قبلها وفد أردني نزلنا لترويج سياحة دينية للمقدس. عملنا معرض في الكاتدرائية 5 أيام، وقداسة البابا توادروس هو اللي اقترح على الوفد اللي نزل انه اعملوا المعرض في الكاتدرائية، ليش تعملوه في اوتيل من الاوتيلات؟ فعطانا قاعة كبيرة عملنا فيه 5 أيام المعرض. طبعا كان في وفد من بيترأسه معالي نايف الفايز وزير السياحة، ووفد من هيئة تنشيط السياحة أيضا برئاسة الدكتور عبد الرزاق عربيات، مع إخوة أحباء. الكل تعب في الترتيب يعني. تزامن نزول الوفد الأردني والمعرض والمؤتمر اللي عملنا مؤتمر في أكبر فنادق القاهرة، حضروا 34 شركة سياحة مصرية و13 شركة سياحة أردنية. تبادلنا النقاش في وجود معالي الوزير، معالي الوزير رحب بكل شركة من 34 شركة، وكان في ترويج سياحي ديني، سياحة دينية وسياحة عادية يعني زي البحر الميت، سوقنا لي المنتجعات السياحية اللي موجودة، حكيت عن المستشفى العلاجي تبعت الطينة السوداء، حكينا في كل هذا. كان لقاء أكثر من ناجح وممتع، ولقينا تجاوب من شركات سياحة كتير في مصر بدها تجيب وفود. كمل هذا اللقاء بوجود معالي سمو الأمير حسين، كان طبعا معالي الوزير موجود، وسعادة السفير أمجد العضيلة السفير الأردني بالقاهرة وأعضاء السفارة. بنحييه أبو غسان ما شاء الله. طبعا نعم. احتفى بينا هناك نعم. بطريقة يعني. سمو الأمير حسين قداسة البابا رحب بي ترحيب غير عادي. طلع له لعند السيارة برا هو ووفد المطارنا، من وفد من المجمع المقدس للكنيسة القبطية، والمعرض أقيم في داخل الكلية الإكليريكية في الكاتدرائية. نعم. سموه طبعا دخلنا استقبلنا قداسة البابا وتبادلوا الكلمات، ثم انتقلنا سيرا على الأقدام إلى المعرض، ومعالي الوزير طلب مني ان انا اللي اشرح على كل اللوحات اللي في المعرض، وكان في شاشه كبيره ضخمه جدا كهربائيه
الريزوليوشن بتاعها دقيق دقيق جدا. عرضنا افلام عن الاردن والسياحه الدينيه في الاردن وهيك. وبعدين انتقلنا من المعرض برضو سيرا على الاقدام، طلعنا الى الكاتدرائيه. سمو الامير حسين يعني انبهر ب اتساع الكاتدرائية الجديدة، الكاتدرائية المرقوصة، لا مش الجديدة اللي بالظاهر، لا اللي بالعباسية، بالعباسية نعم نعم، الكاتدرائية اللي بالظاهر بطريركية نعم نعم. نفسك زرت زرتها طبعا نعم، تشرفنا. الكاتدرائية 6000 كرسي، فالضخامة والاتساع والارتفاع. سمو الأمير ضل ماشي يعني قداسة البابا توادروس وسمو الأمير وأنا جنبه، مشينا لحد باب الهيكل، اطلع على الايقونوستاس، اطلع على الايقونات بدقة متناهية، مش ان واحد جاي زيارة يعني كولشن كان هيك نعم نعم ماشي نعم. لا طولنا فوق في الكاتدرائية، وقداسة البابا توادروس عمل اشي يعني انا من فرحتي فيه، شرحته لسمو الامير واحنا طالعين على الدرج تبع الكاتدرائية. قداسة البابا أمر أن تدق الأجراس، أجراس الكاتدرائية، وأجراس الكاتدرائية بتسمع القاهرة كلها يعني. نعم نعم. فسمو الأمير اتطلع هيك، فحكيت لسمو الأمير قلت له تقرع. إحنا الأجراس سموك بتدق في حالتين اتنين، نعم. بداية الصلاة أو إذا في ضيف غالي وعزيز كتير كتير كتير. نعم شكرا يا أبونا. يعني هذه الإضاءة، الإضاءة على المغطس بعيون محبة من القاهرة من مصر، يعني هذا شيء يأخذنا أيضا إلى المغطس. إحنا أنا كنت في شرف استقبال ولقاء سمو الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني عندما جاء مؤخرا في زيارة إلى الأردن، والتقيته وقلت له أنا إنه هذه الزيارة الثالثة التي أرحب به فيها بنفس الموقع في المغطس، فقلت له إن شاء الله بدنا نشوفك المرة الرابعة هنا. حدثنا عن العلاقة ما بين الكنيسة الأسقفية والأردن والمغطس في ضوء يعني في ضوء هذه المناسبات الطيبة. الكنيسة الأسقفية كانت من أوائل الكنائس اللي حصلت على الهدية اللي كانت الأرض اللي تم منحها للكنيسة. احنا الآن لازلنا في طور يعني مخططات والبناء. الكنيسة الأسقفية في رئيس أساقفة كانتربري سنة 1997 هو اللي وضع حجر الأساس في المغطس، والكنيسة الأسقفية المحلية اللي تأسست من سنة 1841 بالقدس وسنة 1876 في الأردن في السلط، وإحنا جزء من المكون الأسقفي العالمي اللي بيرأسه كمتقدم بين رؤساء الكنائس رئيس أساقفة كانتربري، واللي فيها 41 رئيس أسقف و807 أساقفة في العالم. الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط هي إحدى هذه المطرانيات الممتدة في العالم، اللي الكنيسة الأسقفية فتحت إيديها لكل الطقوس تقريبا. إحنا في عنا المعروفة في الكنيسة العليا هاي تشيرش والكنيسة اللو تشيرش اللي هي تستقبل كل الأطياف الليتورجية تقريبا، و عقيدة واحدة متماسكة. الكنيسة عندنا اليوم مطراننا حسام نعوم المطران الخامس عشر في مطرانية القدس والشرق الأوسط اللي بتشمل منطقة فلسطين كاملة جغرافيا، الأردن وسوريا ولبنان. احنا الكنيسة الأسقفية الأرض كان إلها دائما المعنى القداسة اللي عشناه، القدس واللي حملت لكنيستنا اسمها، الأماكن المقدسة. المغطس كان له دور كثير كبير، كل سنة من سنة زي ما
تفضلت من سنة 2000 لما صار عندنا المقطص. نعم. والاحتفال الكبير مع سيادة المطران وكل الكليروس والشعب اللي كنا منشارك ولا زلنا لم ننقطع سوى الكورونا، وإن شاء الله إنه نستمر. الحج كان له دور كبير، الكنيسة الأسقفية كان في إنه دور في الإعلام والإعلان عن المقطص عالميا. نعم. في من خلال زيارات الأسقف، من خلال زيارات الأمير تشارلز لما إجا، كمان كان في دور له في وضع الضوء على المقطص. نعم. كحج مسيحي عالمي، زيارات المتكررة لرئيس الأساقفة، وطبعا للأمير الأمير اللي زار تشارلز، بالنسبة للكنيسة رئيس الأساقفة في زياراتهم الثلاثة خلال الفترة الماضية ولقاءاتهم لجلالة الملك وزياراتهم للمسؤولين، كان في دور. وإن شاء الله إنه يعني إحنا نتحدث عن السياحية، يعني عندما تذكر الكنيسة الأسقفية العربية فورا في عمان يقفز إلى الأذهان مدرسة المطران والمدرسة الأهلية اللي هي اليوم بنعرف إنه أقدم مدرسة موجودة خاصة في المملكة الأردنية الهاشمية، واللي لها دور كثير كبير، واللي إنه فخر كان المغفور له بإذن الله جلالة الملك حسين أحد التلاميذ، واليوم لازالت موجودة الشجرة في وسط المدرسة اللي زرعها لما كان طالب. الخدمة اللي قامت فيها الكنيسة الأسقفية عبر الأجيال يعني متنوعة، من الطبية ومن التعليمية ومن التعليم الخاص للصم والبكم للعميان للأيتام. الدور كان لها دور كبير، ولا زال نعمل، لا زلنا نعمل في الكنيسة الأسقفية يدا بيد لتنشيط كل هذه الأعمال وال يعني كلمات الكتاب المقدس اللي هي الأمان اللي أعطانا إياها الرب يسوع المسيح: إن فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. نحن في الشرق في المشرق، يعني هذا التنوع، وإحنا جالسين هون في تنوع، في إرث تشترك به الكنيسة في الأردن، الكنيسة عموما. لما أقول كنيسة إحنا ما نقول طوائف، يعني كنائس، هذه يعني الكنائس مفهوم الكنيسة هو الأجمل طبعا، وتحمل تحمل معنى طيب وملي اللي وتحمل معنى طيب بعيدنا عن بعض، وفي التنوع هناك إثراء وأجمل ما في إثراء المسيرة التي كانت فيها الكنيسة في المشرق شاهدة للسيد المسيح، إنه هذا التنوع اللي شفناه. اللي الان عندنا بالاردن يعني الكنائس التي تشترك في مجلس الكنائس، كم عضو في مجلس الكنائس الان؟ رؤساء الكنائس في الاردن كم عضو؟ 10. في عندنا احنا الترتيب اللي هم اللي هو 10، يعني العائلات الاربعه موجودين، الارثوذكسيه والارثوذكسيه الشرقيه والانجيليه والكاثوليكيه. اربع عائلات موجوده، اربع عائلات موجوده ممثله. نعم. عندما يعني نتحدث عن الاردن، يعني بدنا نعود الى الايه التي اتخذ منها مجلس كنائس الشرق الاوسط شعارا للوحده. احنا هنا جايين، يعني تحدثنا عن الكنيسه القبطيه العريقه، تحدثنا عن الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية العريقة وبتاريخ الكنيسة الإمبراطورية كانت، يعني نتحدث هنا في ضوء شيء تحدث به قداسة البابا فرانسيس عندما دعا إلى سينودوس، والسينودوس أعلن شعاره شركة شراكة ورسالة. يعني نحن كلنا مطلوب أن يكون بيننا شركة، هذه الشركة والشراكة، وأن نكون قادرين على أن نوصل هذه الرسالة. إحنا في هذا المساء عم نوصل رسالة من المشرق، من مشرق بيت لحم نحن إلى الشرق بيت لحم.
يعني في المشرق كيف ترون الشهادة المسيحية في الأردن، شهادة الكنيسة المسيحية في الأردن؟ أبونا الرئيس، أبونا من خلال 40 سنة وثمان أشهر اللي عشتهم هنا في الأردن من حياتي، من عمري يعني، أشكر ربنا في كل صلاة على وجود الكنيسة في الأردن، ليس الكنيسة القبطية، الكنيسة رسالة المسيح. نعم. الكنيسة ينبوع محبة المسيح وليس الكنيسة القبطية. في إحدى المؤتمرات حينما سئلت سؤالا ذكرت أن الكنيسة لها مكانة كبيرة في قلب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. طيب. فقالوا لي تقصد الكنيسة القبطية؟ قلت لا، الكنيسة ككل، الكنيسة في الأردن مش في عمان بس. نشكر الله، بنصلي ليل ونهار إن ربنا يديمها نعمة، الكنيسة تعيش حياتها الروحية بطلاقة، الكنيسة كل طلباتها مجابة من قبل الدولة، والكنيسة دائما أبسط شيء، ماذا حدث في الأسبوع الماضي في ليلة عيد الميلاد؟ ماذا حدث؟ رأينا كلنا كرؤساء كنائس، رأينا كم فرع من وحدات الأمن الأردنية. نعم. أفرع كثيرة مهتمين بالسؤال، مهتمين بالحراسات، مهتمين. الكنيسة، أنا دائما أذكر الكنيسة في الأردن تعيش مجدها، والله يديم علينا عرش جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين. وأنا عشت برضو أيام من عمري، أيام المغفور لي الملك حسين بن طلال رحمة الله، وشفت كم كان يهتم هو أيضا. نعم. بالكنيسة، فنشكر الله على هذا. بقى أن الكنيسة طالما أن الله سمح أن تعيش مجدها، فالكنيسة لابد أن تقوم بدورها الروحي الاجتماعي. نعم. في حياة الناس. أنا هنا يعني أنتقل لأخي سيادة القس فائق حداد، ومن روح الشعار، شعار الوحدة، المجوس عبروا من هنا أكيد، من الشرق، إذا لابد أنهم مروا من هذا الأردن، وكان تنوع في الهدايا التي قدموها في مغارة بيت لحم، تنوع زي تنوعنا نحن، ذهبا ولبانا ومرة. يعني كيف ترى هذا التنوع؟ هل هذا التنوع الذي يثري، هل كما قال سيادة الأب أنطونيوس، يعني أنا بوافق دور الكنيسة، بوافق أبونا في دور الكنيسة الرائع في الأردن واللي عبر التاريخ وما توقف. التنوع أنا بالنسبة لإلي بنظر لإله بنظرة إيجابية جدا. الفسيفساء إذا كانت بألوان مختلفة تبقى أجمل والأجمل. والكتاب المقدس علمنا أنه أعضاء الجسد مش كلهم عضو واحد، في أعضاء مختلفة وتكمل بعضها البعض. ما دام الجميع عمالهم بيسعوا لمجد الرب وملكوته، كل كنيسة في صلواتها، كل كنيسة في عملها، كل فكر، كل عقيدة عمالنا نطلب فيه مجد الرب، وكلياتنا عمالنا نسمح للروح القدس أن يعمل بناتنا من أجل أن نكون إحنا الأفضل، لأنه جئت إلى العالم، جئت ليكون لهم حياة وليكن لهم الأفضل. والأفضل كلياتنا بنسعى إله، كل إنسان بطريقته الخاصة. الأم بالبيت بتحاول تعمل أفضل شيء لأبنائها، الأبناء بحاولوا يكونوا مجتهدين جدا حتى يكونوا الأفضل في المدرسة، الأب بيعمل، الكل عم بيعمل لهدف واحد إنه نكون الأفضل كعائلة. وإحنا العائلة المسيحية في الأردن، في العالم، لكن أنا بتحدث اليوم عن الأردن وعن منطقتنا في الشرق والمشرق،
انه احنا نسعى جميعا، وهذا منطلق ممكن الوحدة، كونوا واحد. ربنا في رسالته في إنجيل يوحنا بالإصحاح 17 آية 22 ليكونوا واحد، هو بيعرف إنه إحنا في عنا راح يكون كل إنسان كينونته، شخصيته، خصوصيته، لكن كلياتنا إحنا واحد في الإيمان، زي ما الكتاب المقدس إيمان واحد، معمودية واحدة، وإحنا إنا رسالة واحدة، إنا قيامة واحدة، إنا ميلاد واحد، وعنا ظهور واحد. حتى إحنا بالتسميات وإن كانت بتختلف بشكل بسيط، لما بتتحدث عن الإغتاص الكل بيفهم شو هو الظهور الإلهي، الميلاد، القيامة، في عنا مشتركات كثيرة بتوحدنا، بتخلينا أي إنسان بينظر بيعرف إنه أنا مسيحي، نحن مسيحيون. ورسالتنا بكل الكنائس واحدة، أخوي الإنسان. يسوع مد إيديه على الصليب، مد إيديه على الصليب وجمعنا كلياتنا لقلبه، ما مات من أجل واحد ولا من أجل كنيسة ولا من أجل رعية، مات من أجل الجميع بدون استثناء. ولهالسبب الكنيسة تنظر لأبنائها بالشرق بالغرب بالشمال بالجنوب، كلياتهم واحد. ويسوع مش راح يحاسبنا على كنيستنا، أو إذا بدنا نحطها في القانون الطائفية أو الملة، بده يحاسبك على إيمانك، على قلبك، على عطائك، وبده يحاسبك على عملك اللي كنت فيه. أنتم بالنعمة مخلصون، كلياتنا بنعمة ربنا، وإحنا كلياتنا الإيمان. بقديس بولس بيتحدث في رسالته إلى أهل غلاطيا إصحاح الخامس، الإيمان العامل بالمحبة، إيمان بيعمل بين الناس بمحبة. وهي رسالتنا الشرقية، وهي الرسالة اللي بتخلينا رأينا نجمه من المشرق. إحنا اللي ودينا هاي الرسالة للعالم كله، من بلادنا، من أرضنا. المجوس لما جاءوا الملوك حملوا الهدايا المتنوعة، الذهب واللبان والمر، إن كان في إلها المفاهيم الكهنوتية العقائدية، لكن إحنا اليوم بنشوف على التنوع، كانوا واحد. كلياتنا منقدم أنفسنا، كنائسنا، أموالنا، أبنائنا، بناتنا طبعا، لا الله. وإحنا قدمنا للرب يسوع المسيح الطفل يسوع هالرسالة، الخدمة لنكون وحدتنا واحدة، أتينا لنسجد له. وكلياتنا فيش حدا بيفوت كنيسة بدون ما يسجد، نسجد لله ليس للحجر، نعم، وليس للمباني الضخمة والكنائس الرائعة. شو ما كانت روعة الكنيسة، هو بيت الله، عرش الله، لكن احنا ما بنسجد لهاي، احنا بنسجد لهيكل الله الموجود. وربنا حط لنا كمان الرسالة الأجمل، أجسادكم هي هياكل الله المقدسة. اليوم أنا، أنت، كل واحد فينا بخلفيته شو ما كان، أمام الله إنسان مات من أجله، حبه، نعم، وضلله بستره. إحنا اليوم في الفكر اللي تحدثنا عنه في البداية، الوحدة بين المسيحيين، خلينا نسمح، إحنا نسمح للروح القدس يعمل بيناتنا حتى يوحدنا. إحنا اللي عمالنا بنرفض، إحنا اللي عمالنا بنبتعد، نعم، إحنا اللي إلنا سلطة وحقنا، ربنا أعطانا إنه نتميز، لكن كمان بدنا نسمح، نعم، للروح القدس بناتنا إنه يعمل بناتنا. مش خطأ يكون في عنا، زي ما بلشت أحكي، في عنا تنوع ثقافي. الكنيسة القبطية غنية بفكرها، نعم، الثقافي. الكنيسة الإنجليكانية غنية عالميا، الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة اللاتينية إذا فكرنا في الكنيسة الأرمنية، الكنيسة الحبشية، كل الكنائس في إلهم خلفيات اجتماعية رائعة أخذت هذا المجتمع وجعلته جزء من هذه الكنيسة وجزء من العبادة لإلهنا الحي. إذن ليش كلياتنا ما نقدم مع بعض؟ واللي مطلوب منا زي ما هي وحدة، يعني إحنا اليوم عمالنا منفكر صلاة من أجل وحدة الكنائس، اليوم إحنا منا نتحد وإن كان لساعة معينة من أجل
اتحدنا من نعم. أجل الصلاة. شكرا. نصلي شكرا. مع بعضنا البعض ويكون لنا وجود. نصلي أسبوع أبونا مش هيك؟ بنصلي أسبوع ببلش في 18 هل 25. هل هل وحدتنا فقط ده أسبوع؟ كيف ترون يعني العلاقة بين الكنائس في العموم؟ كيف ترون سعينا إلى الوحدة بين الجميع؟ وهل نتوقف فقط عند أسبوع؟ السنة فيها 52 أسبوع، يعني يمكن لازم يكون في عنا 52 أسبوع صلاة. والصلاة يعني نتحد في كل شيء، ولكن قبل من قبل ومن بعد ينبغي أن تكون وحدتنا في الصلاة في أن نصلي معا. أعطينا من إضاءاتكم الطيبة حول هقرب الفكرة اللي نعم. هحكيها لقدسك بمثال. دايما بنسمي آخر أسبوع في الصوم الكبير أسبوع الألام، بس هل السيد المسيح اتألم أسبوع بس؟ لا، اتألم من ساعة ما كان بيبي والملاك ظهر القديس يوسف سيف في قلبك نعم. من أول قم يوم قم خذ الصبي وقم واهرب به إلى أرض مصر. فنفس الشيء احنا بنسميه اسبوع الصلاة من اجل الوحدة، وحدة الكنائس. نعم. هذا الاسبوع فيه التركيز على محبتنا كأعضاء في جسد المسيح الواحد، تركيز على المحبة. اسبوع الصلاة من اجل الوحدة، الوحدة هي المحبة. الوحدة هي المحبة. نعم. والمحبة قدسك بتعرف احسن مني، قدسك بتعرف ان المحبة هي العلامة المميزة لنا. اذا احببتم يعني ايه اللي يميزني انا؟ ايه اللي يميز قدسك؟ ايه اللي يميز قدس ابونا فايق؟ المحبة، ان نحب بعضنا بهذا بعض. يعرف الكل انكم تلاميذي. نعم. وهذا مش للكهنة بس ولا الشمامسة بس، هذا للشعب العادي كله. بهذا يعرف الكل انكم تلاميذي ان كان لكم حب تجاه بعضكم البعض. نعم. ودايما اذكر شغلة، ما الفرق بين الحب والمحبة؟ نعم. المحبة هي روح الحب الفاعل، فلازم الحب يبقى له روح فاعل. نعم. عشان هيك قال هكذا أحب الله العالم، ولما قال الله إيش؟ محبة. نعم. لأن الله فعل. نعم. روح الله، روح الحب الفاعل. نعم. هذا هو اللي بنلتقي فيه كل سنة، عشان لكن محبتنا لبعض موجودة. إن كان في بعض الأمور اللي عدو الخير دايما بيحاربنا نعم بيها تجاه، وهذا إشي طبيعي. الكنيسة دائما محاربة، بس المسيح له المجد قال إن أبواب الجحيم لم تقوى عليه. فهذا الأسبوع قدسك هو لبداية سنة جديدة، إحنا ربنا أنعم علينا 2022 نعم. بداية سنة جديدة، كأننا بنقول لرعايانا يا رعيتنا هينا ككهنة بنوقف على المذبح، هينا بدأنا السنة الميلادية الجديدة اللي ربنا أنعم بها علينا بالصلاة من أجل المحبة، فبنتنا رابط اسمه المحبة وهو أغلى شيء. المحبة أساس البنيان، المحبة أساس البنيان. أبونا الاتحاد في الصلاة، الاتحاد في الصلاة. إحنا بنصلي 365 يوم، بنصلي 52 أسبوع، بس هي الجرعة اللي بتعزز يعني نعم. حتى إنه إن يعني إحنا بنحتفل بالميلاد مرة بالسنة ونولد يوميا. المسيح قام مرة في السنة بنحتفل، لكن كل يوم نعم. فلذلك هي الجرعة التعزيزية. نعم. الجرعة اللي بتقوينا مداعمة، مطعوم مداعم حتى إنه نستمر. نحن يعني هذا بقودنا إلى نقطة أخرى. بدنا نتذكر إنه هذا الأسبوع من 18 إلى 25 إلى 25 كانون ثاني من كل عام هذا الأسبوع. ولكل سنة من سنة 1968 أسبوع الوحدة، الصلاة من أجل اتحاد الوحدة بين الكنائس المسيحيين، من سنة 68 كل أسبوع كل سنة
كل سنة أسبوع. هناك أسبوع. السنة في إنها خصوصية. إحنا كلنا مشرقيون. مش بس لأنه هذا عين على المشرق. يعني هذا إحنا عيوننا وقلوبنا في هذا المشرق. ولكن لأن اللجنة الحبرية التي أوكلت للجنة في مجلس كنائس الشرق الأوسط نعم. أن تهيئ هذا البرنامج. اختاروا نعم. هذا الشعار: رأينا نجمه في المشرق فأتينا فوافينا لنسجد له. يعني الشرق، الخلاص بالشرق، الولادة في المشرق، النجم في المشرق، الظهور الإلهي، الاعتلان الأكبر الأقدس تم هنا. وعم نحكي عن المغطس. صحيح. إحنا مش عم نحكي عن مرفق سياحي، نحن نتحدث عن أرض ظهر فيها الله تعالى لنا. ولهذا السبب إحنا بنحب الأردن وبنحب المغطس وبنتحمس لكل من يحب هذا المغطس. السؤال إنه ألا ترون إنه إحنا ككنائس مشرقية مش في علينا دور؟ دورنا مش بس نحب بعضنا، دورنا أن نكون شهود للمسيح في هذا المشرق المعذب. شوفوا حوالينا بالمنطقة. هل تفضل أبونا احكي لنا عن رسالة الكنائس في هذا المشرق. بدي بس أضيف نقطة قبل ما أجاوب على السؤال. قدسك المشرق عدت أمور عظيمة بالنسبة للمشرق، بس أضيف عليها معلش نعم. أن المجيء الثاني سيأتي في المشرق. طيب. المجيء الثاني نعم. لما المسيح صعد والتلاميذ شافوه ظهر بعد ما اختفى عن عيونهم، الملاك اللي ظهر وقال لهم لماذا تشخصون للسماء؟ إن المسيح كما رأيتموه منطلق سيأتي أيضا، وكان منطلقا هيجي من المشرق. عشان هيك احنا معلومة بس بسيطة، لما بنيجي ندفن ميت احنا بننيم الميت وجهه للشرق. نعم صحيح. ليش؟ عشان اول ما يجي المسيح كأن الكنيسة بتجهز هدول يعني. نعم. هذه باي ذا واي. نعم نعم نعم. حتى الهياكل كلياتها نعم. في الشرق. نعم. قدسك بالنسبة لدورنا احنا ككنائس مشرقية بالنسبة لي نشر كلمة الله، نشر الملكوت السماوي على الأرض، كل ما تعبنا في الخدمة أكتر إحنا ككهنة، كل ما اهتمينا برعيانا أكتر ككهنة، كل ما احتوينا الناس مع متاعبهم وضغوطات الحياة اليومية نعم. وكورونا وما نعم. وتتوابع كورونا اللي قلقت الناس كلها في جميع دول العالم، أعتقد أن إحنا بنكون نشهد للمسيح. نعم. نعم. أبونا فائق، يعني عندما نتحدث عن شهادة الكنيسة المسيحية في هذا المشرق نتحدث عن حضور في أوطاننا في بلادنا، ونتحدث عن مجتمعاتنا المثخنة بالجراح، تعبانة كل المنطقة من حولنا نشوف. كيف ترى دور الشهادة المسيحية وأنت يعني عندك خبرة في العمل في هذا الإقليم، وكنت في يعني عملت في مجلس كنائس الشرق الأوسط، كيف ترى دور الشهادة المسيحية لتأكيد هذا الحضور المسيحي من منطلق الوحدة اللي عم نحكي عنها؟ يعني الكنائس بخلال الفترة الماضية، احنا خلينا نحكي عن المشرق المتألم. نعم. احنا بنصلي انه نخرج من المخاض لتأتي الولادة لنرى النور. من سنة 48 عالمنا هنا مضطرب. نعم. حروب أهلية وحروب إقليمية، وعمالنا بنسمع الألم الشديد، ولازلنا موجودين بنصلي من أجل السلام، وهي الشهادة الكبيرة لإلنا لأنه نؤمن. جميل. نؤمن بالسلام. نعم. العمل اللي بتقوم فيه الكنائس بشكل عام وبشكل خاص، ممكن أتحدث عن كنيستي لكن اليوم
خلينا نحكي عن كنائس الشرق. نعم. برسالتها العطاء، رسالة العطاء المحبة. أخذنا الرسالة اللي موجودة في أعمال الرسل اللي بتتحدث مغبوط العطاء أكثر من الأخذ. فإحنا حتى اللي موجود عندنا الكنائس كانت عمالها بتعطي، أعطت البيوت، أعطت الكنائس، أعطت الغذاء، الكساء، ساعدت الشعب اللي اتألم حتى ما نعيش بالألم. إحنا عايشين الألم لكن منصلي إنه هذا الألم يزول. كيف بده يزول؟ إحنا بنعرف إنه ألام الرب يسوع المسيح انتهت بالخلاص، مش خلاص بموته، خلاص بقيامته. فلذلك إحنا اليوم الشهادة اللي موجودة للكنائس بالشرق كلياتها اللي صامدة صمودها بفلسطين، اللي صامدة بسوريا، اللي صامدة بالعراق، اللي صامدة بمصر، اللي صامدة بلبنان، اللي صامدة في الأردن، مش لأنه في ناس ضدنا، في حرب علينا، لا، لأنه إحنا موجودين مع التاريخ لنعطي الصورة. كونوا شهود لي، أنا شاهد وما عندي مشكلة. والكنيسة قدمت كثير من الشهداء إنه يكون في عنا أيضا شهداء للخدمة، للعطاء، للمحبة، ليكون في إنا الرسالة. الرسالة ممكن تكون منظورة وممكن تكون مش منظورة للبعض، لأنه إحنا بالآخر إيش بنعمل؟ إشي اللي بيميزنا المحبة. لكن اللي بدي أعطيه بالمحبة هو إنه أنا عمالي بساعد ابني أو ابن جاري وابن وطني بالتعليم، بالصحة، في المسكن، بكل الأمور اللي بتساعده لأنه يعيش الحياة الكريمة. وأرجع أنا لأصل إيماني، جئت ليكون لهم حياة وليكن لهم الأفضل. إذن شهادتي إنه أنا كل إنسان عم بقابله هو أخوي. إحنا بنتحدث عن استضافة الغرباء في من هو؟ إحنا بنحكي دير بالك من الغريب، بدك تضيفه، والغايب بدك تعطيه حصة الغايب، يعني الضعف. ليش؟ لأنه بنحكي ممكن يكون اللي إحنا ما عرفنا الضيف الغريب يكون الملاك أو يكون الرب يسوع المسيح. أنت عم بتساعد إخوتي الأصاغر فبي فعلتم، إحنا منساعد. لذلك الكنائس شهادتها ثابتة بالعقيدة ومتنوعة بالمحبة وبالعطاء اللي عماله بينعطى للكل. لهالسبب إحنا بوحدتنا بصلواتنا مع بعض، إذا بتسمح لي الوقت، إنه رح تجتمع كنائس الأردن إن شاء الله يوم الاثنين القادم ب 24 كانون الثاني في كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية على جبل عمان، لنصلي مع بعضنا ليكون شهادة ونصلي من أجل الحياة الأفضل. ما عمالي بحكي أبدا ولا أي واحد فينا اليوم إنه رح نطلع إحنا موقعين على اتفاقية وحدة أبدا، لكن إحنا بدنا نحكي إنه يخسارة. ختمنا يخسارة. الختم السماوي إنه إحنا كلنا مسيحيين. نعم. إحنا كلياتنا مؤمنين وإلنا رسالة رح نبقى نسعى من أجلها. سألوا في البداية الكنيسة ماران أتى، تعال أيها الرب يسوع المسيح. الشعب كان بيقعد وبينتظر الرب إنه الآن بده يجي. لما كنا بنحكي إنه تفرج على الشرق، يقعدوا يظلوا يستنوا الرب إجا، وإحنا لازلنا بنحكي ماران أتى، تعال أيها الرب يسوع المسيح. وهو اللي راح يأكد وحدتنا الإيمانية والروحية. إن شاء الله إنه نوصل إلى العقائدية. وممكن أبسط الأمور الآن اليوم بشرقنا اللي إحنا ككنائس بحاجة إنه نفكر فيه، وحدة أعيادنا. أبسط شيء إنه ربنا بهالصلوات يخفف من قلب، وإذا بدي أستخدم الكتاب المقدس، غلاظة قلوبنا حتى ورقابنا، حتى إنه نقبل بمحبة إنه إحنا نعيش وحدتنا ببساطة بدون تعقيدات. نصلي مع بعض ونفكر إنه كلياتنا يوم من الأيام منعيد عيد بلاد واحد، عيد ظهور واحد، عيد قيامة واحد، يسوع واحد، وهذا اللي بده إياه. أنا متأكد بإيماني، متأكد بصلواتي لسنين الطويلة،
انه يسوع بده ايانا نكون مع بعض واحد بكل شيء. وشكرا لك. شكرا ابوك. ايش الرساله اللي يعني هذه رساله مهمه لي، بس انت ما هي الرساله التي تريد ان توجهها من هذا المنبر من هنا ونحن في 2022؟ ماذا تقول لأحبتنا المسيحيين في هذا المشرق بعجالة؟ إيش بدي أحكي للمسيحيين؟ رسالتك. نعم، رسالتي في ضوء الوحدة، في ضوء الوحدة، وفي ضوء هذا الموسم، موسم الاحتفالي بوحدتنا التي نصلي من أجلها، وبالصلوات التي أقمناها، والاحتفالات التي جميعا رأيناها في هذه الفترة في هذه المنطقة. ممكن كلمتين بسيطات؟ صلاة الرب يسوع المسيح ليكونوا واحدا لأني أحببتهم كما أحببتني أنت. يعني هاي الرسالة اللي بتمناها، وبتمنى إنه صلاتنا اليومية اللي بنصليها كل مسيحي في العالم بصحى الصبح وبيصلي أبانا الذي، نتذكر لما نيجي على الجزء لتكن مشيئتك يا رب، إنه فعليا نسمع مشيئة الله ونطبقها. بكل بساطة ممكن بهالثواني اللي أعطيتني إياهم إنه أحكي إنه لنكون واحد ولتكن مشيئتك يا رب في حياتنا، في كنائسنا، في شهادتنا للجميع. إحنا الصورة اللي ليروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. أبونا، ما هي أدوات المتاحة لنا لترسيخ هذه الوحدة؟ أبونا أشار إلى الأعياد، أن نعيد سوا، أن نصلي سوا. هاي الأدوات هل هي كافية؟ يعني ماذا، ما هي أمنيتك، وما هي الرسالة التي توجهها لإخوتنا متابعينا على نورسات ونورسات فضائية؟ أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنيسة، وإن شاء الله اللقاء اللي هيتم عند قدس أبونا فايق في كنيسته بين الطوائف كلها أو الكنائس كلها. قدسك يعني يصعب أن أصف التأثير الإيجابي لهذا اللقاء كل سنة. نعم. على رعايانا، على رعايانا. أنا في سنوات عديدة أرى دموع رجال وسيدات في الكنائس اللي بنصلي فيها، قد ما هم متأثرين بلقائنا ووقفتنا جنب بعض، شايفين ملائكة المذابح، ملاك الكنيسة هو الكاهن، ملاك المذبح هو الكاهن، شايفين ملائكة الكنائس واقفين جنب بعض. فهذا أكبر باور بناخده في بداية السنة الميلادية. اللي بدي احكي بالنسبه للناس، عندنا كنيستنا علمتنا طلبه ناخدها تدريب لهذه السنه، في كل وقت نقول عندي امل في المسيح الحمل هيعمل عمل، عندي امل في المسيح الحمل هيعمل عمل. طيب احنا يعني احنا مش لازم نساعد على تحقيق هذا دورنا. نعم، هذا دورنا. يعني أعيد التأكيد على أنه ما تفضل به أخي القس فائق حداد، أن كنيسته، كنيسة الفادي الإنجيلية، تفتح ذراعيها لاستقبال الكنائس المسيحية في الأردن للمشاركة في صلاة. هذه الصلاة هي صلاة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين الكنائس. يلتقي ممثلو الكنائس، وكما تفضل أخي الأب أنطونيوس أن اجتماع وتلاقي التقاء الكهنة من مختلف الطوائف معا هو علامة من علامات إرادة الوحدة، وهذه الإرادة بحاجة إلى صلاة. ونحن يعني في هذا المساء يعني لابد
أن ما دام الحديث عن أسبوع الصلاة من أجل وحدة، نريد أن نشترك معا في الصلاة التي هي عنوان صلاة الأسبوع المخصص للوحدة بين المسيحيين. سوف نختم بهذه الصلاة، ولكن قبل ذلك اسمحوا لي يا أحبتي متابعينا على نورسات الأردن ونورسات الفضائية أن أشكركم على المتابعة، ومعكم نشكر مضيفنا صاحب الملاك في هذه الكنيسة، ملاك كنيسة الأقباط الأرثوذكس في عمان، سيادة الأب أنطونيوس صبحي النائب البطريركي المترأس للأقباط الأرثوذكس في الأردن، ولسيادة الأب القس الكانون فائق حداد رئيس هذه الطائفة في عمان، الطائفة الأسقفية العربية في عمان، الذي سيستضيف هذا العام سيستضيف أسبوع الوحدة. نأمل أن يكون هذا اللقاء في بيتكم، في كنيستكم العامرة، أن تكون خطوة على طريق الوحدة. نختم هذا اللقاء الفريد في عين على المشرق من كنيسة الأقباط الأرثوذكس في عمان، نختبها بالصلاة وقوفا، وبعدها نودعكم. خير كلام هو أن نقف وأن نصلي معا. أيها الرب يسوع، يا من في ليلة إقبالك على الموت من أجلنا صليت لكي يكون تلاميذك بأجمعهم واحدا، كما أن الآب فيك وأنت فيه، اجعلنا أن نشعر بعدم أمانتنا ونتألم لانقسامنا. أعطنا صدقا فنعرف حقيقتنا، وشجاعة فنطرح عنا ما يكمن فينا من لامبالاة وريبة ومن عداء متبادل. وامنحنا يا رب أن نجتمع كلنا فيك، فتصعد قلوبنا وأفواهنا بلا انقطاع صلاتك من أجل وحدة المسيحيين كما تريدها أنت وبالسبل التي تريد، ولنجد فيك أيها المحبة الكاملة الطريق الذي يقود إلى الوحدة في الطاعة لمحبتك وحقك. آمين. بهذا نختم، نحييكم من عين على المشرق، وإلى لقاء في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين لكم منا كل الأدعية، وفقكم الله ومنحكم الهناء والنعم. آمين.